مناطق حرة، هي منطقة حرة، جزء منها في السودان وجزء في تشاد. دي عشان ما تيسر عملية تبادل السلع بين البلدين، وتكون أيضا هي منطقة تواصل ومنطقة اقتصادية من غير المخازن والتجارة، هي تكون أيضا فيها مناطق صناعية ومناطق سكنية، وتكون مكتملة كمنطقة حضارية جديدة تساهم في رفع الاقتصاد في البلدين ودعم الاقتصاد في البلدين وتنمي المنطقة الحوالينا.